أهلا وسهلا فيكم وين ما كنتم. بأي سفرة من أهم الشغلات اللي لازم نفكر فيها هي حجوزات الطيران، لأن مصاريف أي سفرة هي بشكل أساسي عبارة عن حجوزات الطيران والفنادق والنشاطات اللي راح تعملوها بوجهتكم، وأكيد بيزيد دور الطيران لما يزيد عدد المسافرين، بالتالي التخطيط الصحيح ممكن يوفر عليكم مبالغ محترمة. حاولوا أنكم تحجزوا بكير شوي، يعني قبل شهر أو شهرين من السفر، وحددوا تماما خياراتكم وتفضيلاتكم، سواء كانت بالنسبة للشنط أو التعديلات أو محطات التوقف وغيرها، لأنه هالشيء حيساعدكم باختيار الرحلة الأنسب. خلينا نشوف سوا أفضل 3 مواقع للحجز، وبقصد بأفضل اللي هو أفضل الأسعار وأفضل شيء بيعطينا خيارات متنوعة. في كتير مواقع وسيطة على الإنترنت للحصول على الأسعار الأفضل، لكن أنا اليوم حأحكي عن 3 مواقع فقط اللي بشوفهم أفضل 3 موجودين حالياً، وكل واحد راح أحاول أن أذكر شو في ميزات بتميزه عن غيره. أول واحد هو flights.google.com، خدمة من جوجل. الموقع الثاني سكاي سكانر، والموقع الثالث هو ويجو. خلينا نبدأ أول شيء بجوجل فلايتس. رح أحاول أذكر ميزات كل موقع من هدول المواقع. بعض الملاحظات الواحد لازم يأخذها بعين الاعتبار لما يحجز. بدي أكد على موضوع أنه هدول المواقع الثلاثة اللي أنا ذكرتهم حاليا ما في حجز من خلاله مباشرة، إنما الموجود هو أنه بيحولوك لوسيط آخر أو لشركة الطيران الفعلية اللي أنت بدك تسافر من خلاله، وهنيك أنت بتكمل حجزك، يعني هنا مجرد محركات بحث. طيب أنا حأبدأ بجوجل فلايت، وقبل ما أبدأ راح أختار العملة أنه تكون دولار واللغة تكون العربية. طبعا الموقع الوحيد اللي ما في لغة عربية هو الموقع الثاني اللي احنا نحكي عنه سكاي سكانر. طيب أنا مثلا بدي أختار رحلة من الرياض، طبعا ممكن اكتب اسم المدينة طلع لي مطارها مباشرة، ممكن اكتب الكود تبع المطار بالانجليزي، او ممكن اكتب الدولة وهو بيطلع لي اهم المطارات اللي فيها. فبدي اطلع من الرياض الى فرانكفورت، في اكثر من مطار بفرانكفورت فممكن اختار انه جميع المطارات، او ممكن اختار مطار معين بدي اياه. لنفرض انه انا ما بتفرق معي اي مطار، اختار الخيار الاول. بالنسبة للسفر بدي اياه يكون شهر 7، خلينا نقول بأول شهر 7، والعودة بدي اياها تكون بآخر شهر 7. بنلاحظ هون انه الأسعار كلياتها نفسها لكل الأيام تقريبا. طيب إذا حاولنا بعد شوي العودة، تقريبا الأسعار كلياتها برنج بين 600 و 700 دولار. فممكن واحد يختار أي يوم من هدول الأيام اللي بده اياهم، مثلا اختار من 1 ل 20. تمام. مباشرة جاب لي نوعين من الرحلات، في شيء أفضل الرحلات المغادرة وفي رحلات مغادرة أخرى. هلا الأفضل غالبا بتكون أقل مدة، أرخص، يعني هدول العاملين اللي بياخذون أكثر شيء بعين الاعتبار، المبلغ والوقت. فهدول 3 رحلات موجودين، أرخص واحدة ب 526 دولار، هي مدتها 9 ساعات و 40 دقيقة. هي محطة توقف واحدة بمطار صبيحة كوجن الدولي اللي هو بإسطنبول. في رحلة ثانية 10 ساعات و15 دقيقة، كمان فيها محطة توقف واحدة اللي هي بالبحرين. وفي رحلة ثالثة 6 ساعات و20 دقيقة بدون توقف ولكن ب 700 دولار. فهون بترجع على حسب تفضيل المسافر، هل هو شخص واحد فحتفرق معه حوالي 175 دولار. في رحلات الثانية بنلاحظون الخطوط السعودية فيها محطتين توقف، محطتين، الخطوط الأردنية فيها محطة بعمان وإلى آخره. هون الواحد بيختار تفضيلاته. طيب أنا إذا ماني حابب هالزحمة هي كلها، حابب إني أقلص هاي الخيارات، فبإمكاني مباشرة إني أروح على الفلاتر الموجودة وأختار الفلتر اللي بدي إياه. نتعرف بشكل سريع على الفلاتر. أول شيء الحقائب، عادة مسموح لأي مسافر بحقيبة إيد واحدة ممكن يغير بهالشيء. محطات التوقف، إنه أنا ما بتفرق معي، هذا الخيار الأول أو الافتراضي، أي عدد من المحطات. أو الخيار الثاني رحلات بدون توقف فقط الدايركت، أو كحد أقصى أنا بقبل بمحطة واحدة أو محطتين أو أقل. طبعا إذا كان في 3 أو 4 فحتلاقي الخيارات هي زادت. طيب أنا حأختار مثلا محطة توقف واحدة كحد أقصى مشان أخلص هاي الخيارات مباشرة، مجرد ما ضغطت أعدل البحث تحت وأموري تبع السعودية اللي كانت محطتين. طيب بالنسبة للخطوط الجوية، هون طلع لي كامل
هون طلع لي كافة الخطوط اللي بتعمل رحلات بين الرياض وفرانكفورت، طبعا سواء مباشرة أو غير مباشرة. وهون في تحالفات، طبعا التحالفات اللي بتكون هي عبارة عن أكثر من شركة طيران عاملين تحالف مسمينه اسم واحد، فبالتالي أنت لما تسافر بأي شركة من هدول الشركات فبتجمع نقاط من شان آخر شيء تستبدلهم بخصم أو إلى آخره. طيب أنا بالنسبة إلي بدي فقط أحدد أي واحدة من هدول، فبكل بساطة بقول له فقط مثلا سنغافورية، فقط اتحاد، أو بدل ما أضغط على كلمة فقط بروح بختار أكثر من واحدة، أو إذا ما بتفرق معي خطوط الطيران بقول له كل الخطوط الجديدة مباشرة بأي ضغطة كما لاحظنا حتنعكس مباشرة على الشاشة. طيب السعر فيني أحدد أي سعر أو لا، حط له إنه أقل من سعر معين. الأوقات لأسباب مختلفة، في ناس بفضلوا المغادرة بأوقات معينة، يعني مثلا أنا ما بدي الفترة الصباحية، بدي بالنهار، بدي بالليل، فهي الخيارات موجودة هون بإمكان الواحد يغير. طبعا أي تغيير حيصير سواء بالنسبة للخطوط الجوية، الأوقات، السعر، فحتأثر مباشرة على الليست اللي تحت، فبالتالي ممكن يكون في خيار مناسب والواحد ضيعه. الواحد لازم يكون حذر عن استخدام الرحلات، لكن أنا مثلا حقول إنه أنا بدي الرحلة تكون من 5 صباحا إلى 5 مساء، بس من باب التجريب. المطارات التي يمكن التبديل فيها، هنا في عدة أسباب ممكن تخلي الواحد يستثني بعض المطارات من الترانزيت، يا إما أن المطار صعب التعامل، أو المطار بيحتاج إلى فيزا ترانزيت لبعض الجنسيات. طبعا السبب مهم جدا الواحد ممكن انه يختار فيه المطار او يلغيه، اللي هو ممكن يكون ذهابي انا من الرياض الى احد هذه المطارات هو حيطول علي الطريق، فبالتالي انا بدي الغي هذا الخيار. يعني مثلا مسقط صايره بشرق الرياض، فاذا رحت عليها راح اطول الطريق اكثر، فممكن الغي هذا الخيار. في خيار ثاني مهم اللي هو مده التوقف المؤقت او مده الترانزيت، فانا بامكاني بكل بساطه انه اختار لا، انا ممكن كحد اقصى اني اتحمل 5 ساعات ترانزيت او 4 ساعات، خلينا نحط هون 4 ساعات ونص. لاحظ الخيارات الموجوده، نحن بالحقائب ما سوينا اي شيء، اخترنا انه محطه توقف واحده، عملنا شرط على الاوقات من الساعه 5 الصبح ل 5 المساء، وقلنا انه التوقف كحد اقصى يكون 4 ساعات ونص. بنلاحظ انه الرحلات تقلصت، صار في عندنا 3 افضل رحلات، وفي عندنا تحت رحلات مغادره اخرى كمان نقصت، صارت 4 فقط. مين الخطوط اللي بقيت عنا؟ في عنا بيجاسوس اللي هو طيران تركي اقتصادي، في عنا الخطوط الملكية الأردنية، الخطوط الجوية السعودية، وفي أكثر من خطوط، فممكن تكون الراحة بشركة طيران والرجعة بشركة طيران مختلفة. طبعا الخطوط اللي تحت أسعارهم جدا مرتفعة، فما أتوقع حدا حيفكر يسافر فيهم بوجود الخيارات الثلاثة الأولى. قبل ما نكمل الخيارات خلينا نشوف تواريخ قريبة. نحن الحالة اللي شفناها قبل شوي بالنسبة لاختيار التواريخ كانت نختار يوم الذهاب ويوم الإياب، وفي عنا الأسعار موجودة بالنص. الطريقة الثانية نروح على تواريخ قريبة، فبنلاحظ هذا الجدول اللي قدامنا، في عنا المغادرة بالأعمدة والعودة بالصفوف الموجودة. لاحظوا هنا أقل سعر هو 591 دولار، لكن الجدول موجود أسعار أكثر. على العموم خلينا نشوف إذا واحد حاب إنه يغير بالتواريخ، في عنا التواريخ ممكن ياخذ يغير بالتاريخ مباشرة، يزود يوم من الأيام سواء بالذهاب او بالعوده مباشره، او بيروح على الرسم البياني للاسعار بيشوف انه في ايام ارخص من ايام، وهون بيعرض لنا نفس المده اللي نحن اخترناها اللي هي بحالتنا 19 يوم. اذا حبينا انه نزود مثلا، لا انا بدي اسعار 20 يوم، فبروح اختار 20 يوم، بيحدث لي الاسعار كامله، وبنشوف ممكن في شيء تغير، ممكن في شيء صار ارخص او اغلى. الى الان والايام اللي اخترناها هي الارخص، حبينا انه ننقص يوم نزود يوم، مرة ثانية بنقص يوم ونزود يوم من هون. لاحظوا هون مجرد ما انه صارت 21 يوم الاسعار تغيرت، بنفس هذا اليوم صارت الرحلة 1205، بينما اذا بكرنا يوم فبتصير 715. طيب فبعد ما اخترناه خلاص بنطلع بنشوف انه بالفعل تم تحديث الاسعار، حتى السعر اللي كان 519 صار 500 دولار. طبعا بيجاسوس من احد السلبيات اللي فيها انه ما في حقائب، فبالتالي الواحد اذا بده حقائب بده يدفع زياده. طيب بعد ما طلعت هي الرحلات كلياتها قدامنا، بنختار رحله المغادره اللي هي الساعه 2 مساء بنفس التاريخ اللي احنا اخترناه اللي هو 30 يونيو. رحله العوده ما في عنا الا خيار واحد،
ممكن يكون في أكثر من خيار في بعض الحالات، أو بإمكاني أنا أرجع له تغيير. شوف لي الرحلة اللي بعدها، بإمكاني أغير، شوف الخطوط للسعودية، رحلة بدون توقف، واختار رحلة العودة. طيب هون الشيء المهم هلا، في عنا البيانات التالية. هون بيجيب لك للتأكيد انه انت بدك تسافر من الرياض لفرانكفورت ذهاب وعودة، السعر الإجمالي 715، طبعا هذا السعر الأساسي إلا إذا بدك تضيف إضافات. بالنسبة للوسائط الموجودين أو طرق الحجز، في عندك الخطوط السعودية، إنه مباشرة من خلال موقع الخطوط السعودية، أو أحيانا عن طريق الهاتف مع الخطوط السعودية، فالسعر بيكون 715 دولار. بالوسائط التانيين كل وسيط في له سعر مختلف، فإكسبيديا نفس السعر تبع الخطوط السعودية. في كمان وسطاء سعرهم مو واضح مباشرة، فلازم تروح على موقعهم لحتى تشوف السعر، ممكن تشوف سعر قريب من هذا السعر زيادة أو أقل بشيء بسيط. تحت في عندك كمان خلاصة الرحلة، وقت المغادرة، وقت العودة، حتى كمان معلومات عن الطيارة بحد ذاتها، حتى وقت الرحلة، كل التفاصيل هي. وأي رحلة ما عجبتك ممكن تضغط على تغيير الرحلة، وبالتالي إذا في رحلات تانية حتطلع لك رحلات تانية ضمن شروط البحث اللي أنت حاططها. طيب أنا إذا اخترت إنه بدي أسافر عن طريق نفس الخطوط السعودية، قلت له تحديد، يروح بيحولني لموقع الخطوط السعودية بنفس خيارات البحث اللي أنا حاططها، بنفس كل شيء. ممكن أرجع أختار رحلة مرة تانية، هي رحلة الذهاب وهي رحلة العودة. هنشوف إنه هذا السعر النهائي 2681 ريال، هل هو نفس السعر اللي أعطانا إياه جوجل فلايتس؟ بالفعل هو نفس السعر تماما. طيب أنا هون الخيار موجود عندي إنه أروح للتالي وكمل إجراءات الدفع وإلى آخره. طب هنا في سؤال مهم، هل الأفضل إنه أنا أحجز عن طريق الموقع الشركة نفسه، ولا أحجز عن طريق الوسيط؟ إذا كان نفس السعر مثل بحالتنا هي، هون الخطوط السعودية والإكسبيديا نفس السعر 715، أنا نصيحتي إنه الواحد يحجز عن طريق الموقع مباشرة. غالبا بيكون الموقع تعديلات فيه أسهل وأبسط، وفي كثير من الخدمات بتكون فيه مجانية، مثل مثلا حجز مقعد، تغيير الرحلة بيكون بأسعار أقل، لكن كمان بحالات تانية بيكون الوسيط في عنده نفس الخدمات بأسعار أقل. راح آخذ نفس الرحلة اللي سويناها على موقع الخطوط السعودية مباشرة، ونشوف إذا حتفرق الأسعار ولا نفسها. 2681، 2681 في هالحالة ما فرق السعر، فبالتالي ممكن تحجز مباشرة من خلال موقع الخطوط السعودية نفسها. خلينا نروح على موقع الوسيط الثاني اللي هو سكاي سكانر، ونختار من الرياض إلى فرانكفورت نفس التواريخ تبعنا اللي هن من 30/6 ل 21/7 وندور. السعر تبع الجوجل فلايتس كان 715 دولار، نشوف سكاي سكانر كم السعر اللي حيعطينا اياه. بنلاحظ انه بعد ما سوينا البحث، طبعا ما في عنده خيارات التواريخ، بدك تختار تاريخ معين بحد ذاته مباشرة، لكن هون في عنده الخيارات اللي هي البست اللي هو افضل خيار موجود عندك 674 الافضل. بنرجع بنقول بناء على السعر وبناء على المدة، فهون في رحلات مباشرة اللي هي نفس الرحلات اللي شفناها تبع الخطوط السعودية ب 674 دولار، يعني بفرق حوالي 50 دولار عن السعر اللي اعطانا جوجل فلايتس والسعر اللي اعطانا موقع الخطوط السعودية. طيب اذا بنشوف الارخص cheapest، بنلاقي انه ارخص شيء 501 اللي هو نفس السعر، اذا رجعنا لجوجل، سعر من بيجاسوس 500 دولار، نفس السعر موجود هون تماما. مرة تانية بنرجع بنقول نفس الخيارات، اذا هالمرة مثلا حبينا نختار بيجاسوس، نختار هاي الرحلة، بنضغط select، بيروح بيعطيني انه في عندك كذا وسيط بامكانك من خلاله انك تختار، وكل وسيط فيه له سعر. طبعا هو ليش اعطاني 501؟ لانه 501 هو السعر الاقل. طب مين الوسيط ب 501؟ الوسيط هو نفس شركة الطيران، فبالتالي ما في وسيط. يعني اذا اخترت select فحيوديني مباشرة على موقع شركة بيجاسوس. طيب فهون عم يخيرني، عم يقول لي شو الرحلة اللي بدك اياها، فانا حاختار، ممكن اختار، طبعا السعر اللي اعطاني هو ارخص شيء، هو 8 كيلو حقيبة ايد، ما في اي حقائب اخرى. اذا بدفع 15 دولار زيادة فباخذ حقيبة 20 كيلو. لا خلينا ناخذ نفس الخيار الموجود بس مشان نشوف السعر حيتغير او لا. هاي الترانزيت 5 ساعات، هاي ترانزيت 2:30. كان السعر نفسه 501، نكمل مشان الانفورميشن.
هون بتبلش تطلع لك العروض تبع انه انت فيك تدفع 35 دولار زياده مشان تضيف الخدمات التاليه. شو هن الخدمات؟ اول شيء خدمه اختيار المقعد، ثاني شيء خيار انه بيعطوك وجبه او هي ساندويتش، الخدمه الثالثه اللي هي بيعطوك حقيبه 20 كيلو. اذا اخترتها بتقول له ابجريد، والا بتقول له لا continue with current selection، وبتعبي هون بياناتك وبتكمل الدفع، انتهى الموضوع اللي هو ب 501. نشوف نفس هي الرحله على الويجو. إذا بنختار من الرياض إلى فرانكفورت 30/6 والعودة ب 21/7، بس من باب توحيد العملات رح أختار هون الدولار عشان ما تفرق علينا الأسعار. بنلاحظ هون إنه فلاي بيجاسوس أغلى ب 43 دولار من النتائج اللي شفناها سابقا. كان الخطوط البريطانية، أنا عم بدور على السعودية مشان نشوف شو أسعارها. ممكن على اليمين نختار الخطوط السعودية، أرخص سعر الخطوط السعودية 660، اللي شفناه نحنا بسكاي سكانر كان 674، فبالتالي هون تعتبر أرخص رحلة لقيناها من الرياض إلى فرانكفورت بالخطوط السعودية هي من خلال موقع ويجو، لانه يعني نحن شفنا من خلال جوجل فلايتس ومن خلال موقع السعوديه كان السعر 715 دولار. سكاي سكانر كان 674 دولار، واخيرا ب 660 دولار. فخلاص اذا عجبنا هذا بنروح على اظهار العروض، بيجيب لي كل الوسطاء الموجودين، من ضمنهم في اللي هو موقع الخطوط السعوديه. كم السعر؟ 715 دولار، اللي هو نفس السعر اللي شفناه هناك. إذا الميزة هي موجودة وين؟ موجودة بهذا الوسيط اللي هو اسمه هلا تريب. هل هذا يعني إنه هلا تريب حيكون هو الوسيط الأمثل دائما؟ لا، مشان هيك نحن نستخدم محركات البحث الثلاثة اللي شفناها. لما نروح على إظهار العروض تبع هلا تريب، المفروض حيودونا على موقع هذا الوسيط ونشوف هون الخيارات الموجودة عندنا. تمام، هون بيصير بإمكاننا بس نكمل وندفع وانتهى الموضوع. الواحد ممكن يسأل حاله عدة أسئلة لما يحجز عن طريق هاي المواقع. أول شيء إنه هل هاي المواقع موثوقة؟ نعم، هاي المواقع كلياتها موثوقة وهي كلياتها مجربة، وإلا ما كانت انضافت بهاي المواقع العالمية اللي فيها أعلى تقييمات بالعالم. السؤال الثاني، بالنسبة لتغيير الحجز أو إدارة الحجز بعد الحجز، هل أنا حأضطر إني أروح للوسيط أو لشركة الطيران؟ هذا الشيء بيختلف تماما على حسب شركة الطيران وعلى حسب الوسيط اللي أنت عم تشتغل معه. في كتير وسطاء بعد ما يحجزوا خلاص بيكون كل تعاملاتك مع شركة الطيران، وهذا الشيء بالنسبة لك بيكون ممتاز لأنه في خيارات أكثر، بتكون flexibility أكثر مع شركة الطيران. لكن كمان في كتير شركات طيران بتقول لك لا، أنت حجزت من خلال الوسيط، فبالتالي كل تعاملاتك المستقبلية حتكون من خلال هذا الوسيط، بما في ذلك استرجاع المصاري، وهي أهم شيء. أنت حجزت، لغيت الحجز، مين حيرجع لك؟ اللي هو الوسيط. هل دائما الوي جو هو الخيار الأفضل؟ لا، نحن مثل ما شفنا الوي جو هون كان بالخطوط السعوديه هو الافضل، بالنسبه لبيجاسوس كان هو الاغلى على حسب الرحله على حسب التوقيت. هي ثلاث مواقع بنصحكم قبل ما تسافروا تشوفوا هي المواقع شو اسعارها. اخر ملاحظه حابب لكم عليها انه ببعض الحالات ممكن تجرب تغير المطار اللي بدك تسافر منه او اللي بدك توصل له، فممكن تحصل على نتائج افضل سواء بالنسبه للسعر او بالنسبه للتوقيت، طبعا اذا كان هذا الشيء متاح بالنسبه لك. طيب، بتمنى انه تكونوا استفدتوا اليوم، وبتمنى اشوفكم ان شاء الله بفيديوهات قادمة، وبتمنى لكم اجازات سعيدة وممتعة. اذا شفتوا الموضوع كان مفيد ما تنسوا الاعجاب ومشاركة الموضوع. اشوفكم على خير ان شاء الله، تحياتي لكم.